الترا باش نظل تبع المناطق السياحية تمشي فيها المظلات على البحر والقفة تاع القاضية دي جا بحث المارسي معروفة النصبة بتاعي معروفة برشا اللي حاجت بقفة اللي حاجت بحاجة يجي بحث أكثر هي أصلا السلعة من جابس من الجنوب نجيبوها السلعة ونأخذ مولنا في بنزرت أصلا هي دي معروفة المظلة والقفة من جابس دي من البلاصة اللي يصنعوا فيها في جابس. أنت حرفي تصنع فيهم ولا تبيع فيهم الخفاف؟ لا أنا نشري ونبيع، نشري من الحرفيين ونبيع كل عام. كيك الرخصة بتاعي موسمية تبدأ من الصيف لآخر الصيف، معناتها ثلاثة شهور نعديهم ونروح. هذه خدمتي برشا، نخدم لنا في برشا 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 سنين نخدم لنا من الصيف للصيف هكا خدمتي هكاك ديما خدمتي هذيك هي. نجي من بوفيشة نكري لنا في بنزرت مدام عايزو صغار هكا وخدمتي موسمية ديما هكا الخبزة هكا حكمة موسمية الخدمة تاعي ديما. لا في الشتاء تخدم نفس الحرفة هذه وإلا عندك خدمة أخرى أبار الخدمة ذي؟ لا في الشتاء ما تمشيش الخدمة هذه هكا مرة خدمة مرة نعدوها الشتاء كيما نعدوها كيما مثلا كل مرة كيفاش مرة. يعني في الصيف تختار إنك تجي لزون توريستيك كيما بنزرت تخدم لهنا تبيع القفة ذوما تراديسيونيل ترابش لهنا شابويت المظلات هكاك ترابش المظلات تبع المناطق السياحية تمشي فيها المظلات على البحر والقفة تاع القاضية دي جا بحث المارسي معروفة النصبة بتاعي معروفة برشا اللي حاجت بقفة اللي حاجت بحاجة يجي بحث. مرحبا. هي هذه معناها صنعة كما نقولوا ماهيش مش موجودة برشا في كل بلاصة، الناس تبدأ تفركس عليها في ليزون توريستيك، الأكثرية في الجنوب موجودة. الأكثرية هي أصلا السلعة من جابس من الجنوب نجيبوها السلعة وناخذ مولنا في بنزرت أصلا هي ديما معروفة المظلة والقفة من جابس ديما من البلاصة اللي يصنعوا فيها في جابس. فما إقبال توا من الناس من السياح من الأهالي بنزرت من الجيل الزوار اللي يجي لبنزرت؟ لا فما فما ناس مازالت تحب تهز تلبس المظلة وتستعمل الخفة وتحبوها خير من الشيء وخير من خير من كل الناس ترجع للصناعة التقليدية تحب الصناعة التقليدية تحب برشا الصناعة التقليدية هاك شوي شوي هاك فما ناس تحب تلبس المظلة على الشمس زاد باهي معروفة صحيا معروفة المظلة على الشمس الناس كل تحب تحمي روحها وتلبس المظلة. يعني نجم نقولوا الناس راجعة للحاجة التراديسيونيل وديما حي التراديسيونيل بتبيع الصناعة التقليدية الناس كلها تحبها تحب حاجة كارتيزانة حاجة صناعة تقليدية الناس كل تحبها تحب تلبس تحط ساك تحط قفة تلبس مظلة على الشمس بيه. ولا سويم كيفاش في متناول المواطن المتوسط العادي ولا فما من المتوسط للغالي؟ والله فما المتوسط فما المظلة عادية فما المظلة الباهية فما الناس تحب تلبس حاجة باهية نشروا فيها كل حاجة وصومها ونساء تصنع وفما يصنعوا فيها ويبيعوا كل حاجة وصومها كل حاجة فما الحاجة الباهية الناس تحب حاجة باهية فما مظلة عادية باش يغطي بها على الشمس تاع نهار يمشي بحر كذا فما الناس تلبس مظلة فلاح يبدا يلبس مظلة يلبس فيها كل يوم معناتها. علاش اختيار بنزرت بالذات انك تجي تخدم فيها لهنا؟ شنو الفرق ما بينها وبين الولايات الأخرى؟ والله انا صغير في بنزرت راهو كل ديما نعدي اكثر من 10 سنين في بنزرت من اللي انا مازلت ما عرستش معناتها مازلت ما عندي برشا في بنزرت نخدم ديما في الصيف في بنزرت ما مرتحت في بنزرت خير اكثر بلاصه نرتاح فيها ونخدم فيها في بنزرت من اللي انا صغير جيت مع الوالد بنزرت وكبر ما شاء الله الوالد عشد الدار ولاباس وليت معناها الخبزه جابتك البنزرت الخبزه تنجم الخبزه هي سنه بالخدمه في بنزرت ديما في الصيف في بنزرت.